شكرا لكم على هذا الملتقى وسيد الرئيس سيد الحضور معكم رئيس المجلس الشعبي بلدية مزوره. قبل نخرجوا على الحضور النواع ما نقعدوش في الموضوع تاع تطبيق وديبا قد الدنيا تكون تناقضات وكاع كفاهم عليه. احنا رؤساء البلديه احنا صفه تاعنا مسيب صفه تاع مسيب احنا تقريبا اللي مضرين ولا اللي تبع علينا مش مضرين مضر اللي يدير ما يدير المشكله احنا اللي تبع علينا هذا القانون قانون هذا القانون تبع علينا خاطر احنا الاولين في تحرير المحررات الاداريه احنا مدخلين باب واحد باب واحد هو المسير هذا عندها الحمايه كما قالوا المتدخلين الاستاذ تاعنا قال بلي كاين حمايه هي ياخذ اجراءات احترازيه اجراءات احترازيه تبان لي على حسب النظره تاعي تبان حاجه عامه حاجه اجراءات احترازيه تبقى حاجه دائما عامه قد الدنيا بغير بعضيها حنا رانا دروك عندنا اوامر مشروطه في الوصيه وكاع بلي نسهل المواطن لانس الوثائق دونك نقولوا غير باش اجراء احترازيه دير لها كارت دير لها كاشيت دير لها روبو دير لها حاجه تبقى كل رئيس بلديه ولا كل مسير يدير كي يبغي ما كانش ما كانش ما بوضع اجراء احترازيه هذه النقطه الاولى وثاني حاجه واحده اخرى كاين كم هائل تاع الوثائق في الفتره التاليه باش الوثائق زادوا دونك اي اداره اكزومبل مثلا نعطيك انا سوا غاز ولا تبغى تدخل واحد الضغط على البيت رئيس بلديه اعطيه وثيقه وثيقه كما يبغي قادر هذه المديريه تصنفها كما تبغي تقول لها كتب الفوق رئيس بلديه شهر مع بدل لها رئيس بلديه يقرر كما تقول لها ما تفوتش شهر يفوت يبقى مقرر تمشي الى الادارات حتى المجال في المجال تاع القضاء وكاع يقول لها تمشي شهاده احتياج هل بدو شهاده احتياج يفوت دار مولا ثاني هذا الاحتياج ما عندناش باز دو دوني بان حوش على السيد عنده ولا ما عندهش كنت تخرج غير حنا تمزوغه في حل تاع وهران انا الناس اللي خدام في وهران ما عنديش انا في شي تاع وهران نعطيهم وثائق نعطي شي احتياج هو يخدم ابي بو ما كاينش دي ريزو ما كاينش في شي كارتيك ناسيونال ما كاينش كونسرفاسيون ما عندناش في شي ناسيونال دونك حنا اللي نديرو نخرجوا وثائق ثبوتيه هذا كم هائل تاع الوثائق درو حتى هذا لازم يطرا شويه قانون اذا قانون الاول نحدوا الوثائق نحدوا تزوير شوارع خاص كاين انا نظن كاين حد فاصل ما بناش حنا البيئه وحنا رؤساء بلديه احسن التكوين تاعنا ما تبناش حد فاصل بين التزوير وبين الخطا الاداري انا ماذا بيا نحدوا هذا الخط فاصل هذا قانون بي يقول لك هذا خطا اداري ما نعرفش احنا عندكم انتم حد قانون مصالح قانوني يقولوا لا يجعل بالقانون بصح كاين هذا الحد الفاصل احنا عندنا في البلديه بحكم وراثه كاين هذا الحد الفاصل ما نعرفوش مش قال تعمل جهه القانون ما تعرفش الحد الفاصل بين شهاده الاحتياج بين السيد عنده ما عندهش وهذه شكرا لكم.